بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة ألف ألف فم الموجة السعودية. أنا سلطان الغشي، أنا رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي براء 18، البرنامج اللي يناقش أهم وأبرز الأخبار والقضايا الرياضية بكل حيادية إن شاء الله وبكل جراءة. ويرافقني في الاستديو الكابتن والمحلل الرياضي فيصل بمحرز. يسعد لي مساك كابتن فيصل. هلا، مساء النور سلطان، حياك الله وعودا حميدا من جديد لبرة 18 لثالث مرة أقول لك إياها. الحمد لله، لأن أكيد أنا بكون مستانس بتواجدك معي، وأكيد المستمعين بيكونوا مستانسين بتواجدك معنا. وإذا نرحب بالزميل هتان من الكنترول اليوم، نروح العناوين برة 18 ونرجع نستكمل حديثنا. ياسر ينضم لبعثة الأخضر في استراليا، والدوسري يعود للمشاركة في التدريبات. الشلهوب، اللعب السريع هو سلاحنا، والشمراني يقول لا ينقصنا سوى التوفيق. الهلال يعيد شراحيلي والدعيع للرياض بسبب عدم انضباطهما في معسكر دبي، والهلال يلاعب نادي دبي غدا. الاتحاد يتعادل مع موريد كور وديا ويختتم تدريباته على شاطئ البحر قبل العودة. لتواصل معنا مستمعينا الكرام في برنامج برة 18 عبر الرسائل النصية STC 84 77 00، موبايلي 640 660، وزين 7462 6 2. عندي اليوم لكم سؤال ودي أخذ في رأيكم، موضوع القرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم الأخيرة كان فيها نقطة معينة أو قرار من القرارات اللي هو تقليص عدد اللاعبين الأجانب من 4 لاعبين كما هو معمول به الآن إلى 3 لاعبين أجانب. طبعا الآن موجود 3 لاعبين أجانب وبالإضافة إلى اللاعب الآسيوي 3+1، أما الآن تم تقليصها إلى 3 لاعبين أجانب فقط لكل فريق. بالنسبة للأندية المشاركة في أبطال آسيا، هل هذا مضر لهم بحكم أن الفرق الأخرى تلعب بأربع لاعبين أجانب؟ وبالنسبة للفرق اللي ما تشارك في دوري أبطال آسيا، هل هي مستفيدة أو غير مستفيدة بحكم دخلها المحدود؟ للتواصل معنا عبر الهاتف STC 84 77 00، موبايلي 640 660، وزين 7462 6 2. ارسلوا برة 18 اسمكم ورقم تليفونكم على هذه الأرقام، وإن شاء الله الكرتون كنترول يرجع يتواصل معكم. مسالفة الكرتون اللي طلعت ما داي. طيب، أول خبرنا اليوم ترأس صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب، رئيس الاتحاد العربي أو الاتحاد السعودي لكرة القدم، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي. كان الاجتماع هذا يوم الأربعاء اللي فات، وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بأعضاء مجلس الإدارة، ورفع باسمه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظهم الله على ما يقدمونه من دعم دائم للشباب والرياضيين في بلادنا. وثم بدأ المجلس أعماله بالاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق اللي عقد في مدينة الرياض يوم الأربعاء، واعتماد ما جاء فيه، ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، حيث ناقش الأعضاء الاقتراح المقدم من سمو رئيس الاتحاد حول تشكيل الجمعية العمومية للاتحاد حسب النظام الأساسي، ولنص على أن تكون أعضائها من كل فريق. طبعا بعد الاطلاع على المقترح المقدم من سمو رئيس الاتحاد، أشاد المجلس بالمرحلة التأسيسية لهيئة الدوري المحترفين السعودي منذ تأسيسها عام 2008 ميلادية، وبعد الانتهاء من المرحلة التأسيسية ولتوسيع نطاق في عملها، قرر المجلس الإدارة ما يلي: أولا، تغيير مسمى هيئة الدوري المحترفين السعودي إلى رابطة الأندية المحترفة. ثانيا، تعيين الأستاذ محمد النويصر رئيسا للرابطة والذي يشغل منصب رئيس لجنة روابط المحترفين بالاتحاد الآسيوي. تكوين مجلس الرابطة من كل عضو من الأندية المشاركة في دوري المحترفين السعودي، وهم طبعا من كل نادي حددت أسماءهم، أسماء طويلة يعني لو بقراها بياخذ وقت مننا. رابعا، مدير الرابطة يتم اختياره في الوقت اجتماع تعقده الرابطة. خامسا، يعقد أول اجتماع المجلس الإدارة خلال شهر من تاريخها. سادسا، إحالة جميع الأمور اللي تخص الأندية للرابطة لأخذ مرئات الأندية ورفعها للاتحاد لأخذ القرارات اللازم. أيضا أقر المجلس
مقترح تحويل الدوري الدرجة الأولى اعتبارا من الموسم القادم إلى دوري محترفين وتشكيل رابطة محترفين للدوري الدرجة الأولى رغبة في زيادة كفاءة الدوري والتنافس بين الفرق ورفع مستوى دخلها الاستثماري على أن يتم الإعلان عن الهيكل التنظيمي لهذه الرابطة قبل نهاية الموسم الحالي. أيضا أقر المجلس المقترح الذي تقدم به سمو رئيس الاتحاد حول فكرة إنشاء صندوق خيري باسم صندوق الوفاء تكون إيراداته من مداخل الاتحاد غير الاستثمارية مثل الغرامات أو التبرعات أو الهبات وخلاف ذلك، ويهدف إلى مساعدة جميع منسوبي ومارسي كرة القدم من لاعبين وحكام وإداريين ومدربين ممن قدموا خدمات لوطنهم داخليا وخارجيا وتعرضوا لظروف قهرية وليس لهم مصدر رزق حسب ما يراه مجلس إدارة الصندوق شكل برئاسة سمو رئيس الاتحاد وعضوية رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية ورئيس اللجنة المالية ومن صندوق الاتحاد وأمين عام الاتحاد على أن يتم إعداد لائحة خاصة بالصندوق من قبل المجلس. أيضا تقرر أو قرر المجلس تكليف الأمانة العامة للاتحاد وممثلي الاتحاد في الاتحاد الأسيوي إعداد ملف للتقدم بطلب استضافة نهائيات كأس أمم آسيا لعام 2019 واستضافة نهائيات كأس آسيا تحت سن 22 عام والمقرر إقامتها عام 2013 رغبة في استضافة البطولات القارية والدولية. أيضا المجلس قام بالاطلاع على مقترح توزيع عوائد النقل التلفزيوني للاتحاد وروابط الأندية المحترفة المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس فريق عمل الخصخصة وتطوير الاستثمار الرياضي. ومن ثم درس المجلس مقترحات الواردة من عدد من أعضاء المجلس إدارة الاتحاد وعدد من الأندية ومن مدربي المنتخبات الوطنية وكذلك الدراسة الواردة من لجنة المسابقات الاستراتيجية حول طلبهم تقليص عدد اللاعبين المحترفين غير السعوديين إلى 3 بدلا من النظام الحالي 4 وذلك بعد انقضاء فترة تجربة 4 لاعبين غير السعوديين وما يمكن أن تشكله من أثار إيجابية في تخفيض نفقات الاتحاد ومنح اللاعب السعودي فرصة أكبر للمشاركة مع نادي الأمر الذي يعكس إيجابا على المنتخبات الوطنية ويعطي فرصة لظهور مزيدا من المواهب. أيضا اطلع المجلس على الدعوة الواردة من اتحاد البحرين لكرة القدم وافق المجلس على مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج 21 من في البحرين. وفي نهاية اجتماع قدم أعضاء المجلس شكرا لسمو رئيس الاتحاد على الجهود الكبيرة اللي يبذلها متمني المنتخب الأول في المشارك في التصفيات العالمية كل التوفيق. فيصل، قرارات عديدة كانت وليدة في اجتماع يوم الأربعاء للاتحاد السعودي. احنا راح ناخذ كل جزئية من القرارات اللي أصدرها الاتحاد السعودي وراح نناقشها معك وناخذ فيها بعض الآراء حول هذه الأمور. أيضا ما نستغني عن رأي الشارع الرياضي السعودي حول هذا الموضوع بإرسالهم برة 18 اسمهم ورقم تليفونهم على الأرقام اللي بكررها أكثر من مرة خلال ثنايا هذه الحلقة ويقولون رأيهم بالقرارات خاصة نقطة تقليص اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي من 4 إلى 3 لاعبين. فيصل، في البداية خلنا نأخذ القرارات أولا بأول، تغيير مسمى هيئة دوري المحترفين إلى رابطة الأندية المحترفة، كيف ممكن هذا القرار يطور من الكرة السعودية؟ هذا طبعا المسمى لوحده يعني تغيير المسمى هذا مسمى كبير وقوي، يعني المفروض من أول كان، بس كويس أنهم غيروا الآن المسمى. وطبعا الآن صارت كرابطة يعني زي الدوري الإنجليزي وزي الدوري يعني الأوروبية صارت رابطة الدوري، وإن شاء الله هذا يعني يتم فيها تطوير كمان الكرة السعودية يعني مو بس اسم. فيصل، الموضوع أنك تتحدث عن رابطة المحترفين السعودية تتكلم عن الاستقلالية أكثر، تتحدث عن أمور ممكن تكون في القرارات استقلالية مثل ما تحدثنا استقلالية أكثر في القرارات، منظومة عمل تكون دائما متكاملة مقارنة بالدوريات المحترفة أو الروابط المحترفة في المؤسسات أو في الأندية الأوروبية. هذه خطوة ممكن تكون طيبة في القرار. إحنا نتمنى انه يصير كل شيء خلاص مستقل ويصير في قرارات ويصير في عمل ويصير في تطوير. نتمنى مو بس يكون اسم يعني بس انه مسمينه دوري رابطة المحترفين، نتمنى انه يكون كل هذه الاشياء تدخل فيه يبدأ الجدية والعمل الجدي عشان تتطور الكرة يعني عشان نقدر نستفيد من هذا الوضع. الأستاذ محمد بن نويسر هو رئيس للرابطة وهو الآن أصلا يشغل منصب رئيس لجنة روابط المحترفين بالاتحاد السعودي، مكسب للرياضة السعودية. طبعا مكسب الأستاذ محمد بن نويسر، بس زي ما قلنا أول يعني المفروض الآن الأستاذ محمد بن نويسر يكون أكثر شفافية، يعني في الفترة الماضية يمكن في كثير زعلوا من الأستاذ محمد ما في موضوع الجمهور وما الجمهور ما كان بيوضح هذا، الآن طبعا مسؤولية عليه أكبر فالمفروض الآن أي شيء يوضحه، يعني صاروا الناس كلهم عارفين
صار كل الناس تعرف أي شيء بسهولة. فالمفروض هو يكون أوضح مع الناس والناس ما حد يعني لازم هو أول عمل هيكون فيه غلط لازم يكون فيه تعب وغلط الناس يعني ما حتلومه يعني أول سنة من كلامك أنكم تقول طالب بالصبر على محمد الناشر لازم شوف تصبر مو على طول كده هيجي الرجال يسوي كل شيء بس خبرة يعني الإدارية ممكن ما تشفع لدى البعض إذا كان هناك خطأ شوف يا سلطان هو محمد ما شاء الله عنده خبرة إدارية في ناس معاه في ناس طبعا من خلف الكواليس هيكونوا معاه في ناس مساندين في ناس الكل يتحمل المسؤولية هو طبعا في رأس الهرم وهو في الواجهة بس الناس اللي معاه لازم تعمل مزبوط لازم تشتغل لازم تضحي عشان تطلع الواجهة قوية والناس كمان هنا يعني مو من أول سنة يبغوا يشوفوا نتائج السنة الأولى الثانية يعطوا فرصة سنة أولى طيب ثانية ممكن بيجيك واحد فيصل يقول لك ليش أعطي فرصة سنة وسنتين وأنا يا ابن الحلال أي شيء جديد الدوري السعودي أقوى كان أقوى دوري عربي وليش الآن إيه أنت أوكي كان ورجع صار يعني تقريبا الثالث أو الرابع الآن صح فشيء كان خلاص ما نتكلم عليه كان منتخبك الأول في آسيا كان فرقك الأولى في آسيا الآن فين صارت الآن فرق الخليج ممكن في أكثر من فريق أفضل منك الآن في الفرق هذا في المنتخبات في فريق أو فريقين في الخليج أفضل منك يعني هذا كله تراجع مستوى أندية ومنتخبات ما حنقول كان نفس الشيء كان خلاص شيء وانتهى تبقى ترجع انت تعيد من جديد لازم تطور من جديد ما في شيء كل ما من فترة اسمعها كان منتخبنا كان طيب نفسك لو قعدنا على كان ما حتطور شيء ما هو غلط ان احنا نبدأ من جديد لا مو غلط مدام شوف شيء راح عليك لازم ترجع تبني من جديد هي مو شوف شيء انهدم انت اللي سويته شيء انهدم لازم بنا من جديد يعني كل بس تكون هالمرة اساساتها اقوى من اللي اساساتها اقوى وتمشي عليها خلاص عارف يعني تمشي تبدأ قوي عشان تمشي عليها بقوة عارف خلاص تصير ما في شيء يهدها مو تكون ضعيفة ممتاز طيب أيضا المجلس قرر تحويل دوري الدرجة الأولى اعتبارا من الموسم القادم إلى دوري محترفين وتشكيل رابطة محترفة لرابطة محترفين لدوري الدرجة الأولى الدوري الدرجة الأولى يمكن في الفترات أو في السنوات الماضية كان يشتكي ويعاني من قلة المداخيل الاستثمارية سواء كانت من إعلانات أو رعاية أو كانت من موضوع دخل نقل تلفزيوني يمكن خلال الثلاث أربع سنوات اللي فاتت كنا بدأنا نشاهد مباريات دوري الدرجة الأولى بشكل كثيف على القنوات التلفزيونية في البداية يعني كانت قنوات ERT بعد ذلك كانت بعض القنوات يمكن ما أذكر يمكن بعض الأسماء الآن على القناة السعودية الرياضية الآن بدأ في اهتمام بشكل أكبر من ناحية النقل التلفزيوني أول ما كانوا ناس يعرفون من الأندية المتواجدة في الدرجة الأولى إلا اللهم من الفريقين اللي صعدوا بيلعبون في الدوري الممتاز هذا كان قبل الآن في متابعة في ناس يعرفون من النادي الأول في الثاني في بعض الناس صارت تتابع بعض الدربيات في دوري الدرجة الأولى موضوع أيضا تحويل الدوري من دوري درجة أولى إلى رابطة محترفين للدرجة الأولى هذا شيء ممكن يساعد في زيادة المداخيل رأيك في هذا الموضوع أنا هذا يعني شوف وكيف ممكن يساعد هذا سؤال شوف موضوع الدرجة الأولى إحنا في الممتاز بصراحة الإعانات بنشوفها بتتأخر على الأندية دوري زين يعني الإعانات بتتأخر في مشاكل في درجة أولى إيش هيسووا يعني هذا هو لازم إذا يبغوا يسووا دوري لازم يكون كل شيء منتظم يعني مبالغ النقل يكون في مواعيدها دفع يعني إحنا في الممتاز الآن في دوري زين وقاعدين نشوف التعاون بيشتكي نجران بيشتكي وهدول ممتاز دوري محترفين كيف دوري درجة أولى يعني أنا طبعا مستغرب نسبة الإعانات تكون أقل في دوري درجة الثانية أقل أو الأولى بس إذا خليتها محترفين في إعانة حيدفع الاتحاد السعودي لدوري المحترفين طيب هذه هل حيدفعوها بأوقاتها أو حتصير نفس المشكلة اللي بتصير في الدوري زين فأحسن لو ما حتكون عليها أسس وحتندفع في مواعيدها وهذا فليسوا أحسن بصراحة أفضل طيب كيف ممكن يستفيد دوري الدرجة الأولى أو الأندية الدوري الدرجة الأولى من زيادة المداخيل أو الاستثمارية؟ ما في إحنا شفنا الفرق الصغيرة ما بتجيها أي دعم إلا دعم بسيط جدا هي ما في غير الخصخصة يعني الخصخصة هي اللي هتدخل فلوس للفرق الكبيرة والفرق الصغيرة أما بهذه الطريقة ما مين هيجي يرعى يعني
صراحة مع احترام لكل الفرق احنا بنشوف اربع فرق او ثلاثة منها اللي بتترأي STC موبايلي. باقي الفرق مين بيترأي؟ يعني الاتفاق وصل نهائي كاس وصل هذا ما في ولا ما عنده راعي. هي كانت رعاية لمباراة واحدة بعد. ايه رعاية لمباراة واحدة. طب هل هذا يكفي؟ مو انت لازم تشوف يعني انا ما اسوي دوري واسوي شيء وما في وراء يعني ماني مجهز رعاة. المفروض انا اكون كدوري محترفين ومجهز لدوري محترفين هذا اجهز لهم ايش اسمه اجهز لهم رعاه عشان اقدر اخلي بكره ما يشتكوا الفرق من قله الماده. ممتاز. ايضا المجلس اقر انشاء صندوق خيري باسم صندوق الوفاء ايراداته ومداخيله طبعا راح تكون لجميع منسوبي وممارسي كره القدم من لاعبين وحكام ومدربين واداريين ايضا لاعبين ما ادري اذا كان ذكرتها ولا لا اللي راح يواجه ظروف قهريه ما لهم مصادر رزق وحسب ما يراهم ممن قدموا خدمات لهذا الوطن. فكره انشاء الصندوق هذه فكرة ممتازة كانت مفروض يعني من زمان ونشكر الأمير نواف أنه انشأها الآن. في ناس كثير من اللاعبين اللي تركوا الكرة وتعبوا ومثلوا منتخبات ومثلوا هذا والآن ما عندهم ولا شيء وظروفهم بصراحة يعني ظروف صعبة جدا. لاعبين كثير ظروفهم المادية ظروفهم الأسرية ما عندهم شغل ما عندهم وظائف يعني هذه ممكن بصراحة تحل كثير ظروف ناس. فأنا أتمنى يعني سمعنا الأمير نواف تبرع بمليون أتمنى أنه كثير من أعضاء شرف أندية أعضاء من الأندية نفسها أنها تتبرع لهذا الصندوق. فيصل لو ناخذ يعني الصندوق يعني فكرة جلية وفكرة طيبة لو نناقش موضوعات لاعبين أو أمور لاعبين سبق أن مثلوا المنتخب السعودي وسبق أن خدموا أنديتهم وكانت خدماتهم جلية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي رفعوا كؤوس آسيا تأهلوا إلى كأس العالم إذا تحدثنا عن جيل 94 بالذات لو ننظر إلى جيل 94 وما قبل جيل 94 جيل الثمانيني نشاهد العديد من اللاعبين الآن في الفترة الحالية وأسماء لامعة في المنتخب. أنا ودي أذكر الأسماء بس يعني ما ودي في نفس الوقت أني أنا أذكرهم عشان لا يكون في موضوع للتجريح لكن في عالم كثير يعرفون لاعبين كانوا كباتنا أيضا في المنتخب قائدين للمنتخب في هذه المباريات. الأسماء عديدة ربما الإعانات ما تكون واصلة للجميع مو لسبب قصر في الصندوق لا ربما لكثرة أو وفرة اللاعبين اللي من جد يحتاجون وقفة صادقة من الاتحاد السعودي وقفة صادقة من المجتمع الرياضي بشكل عام. ما هو التبرع بدأ مليون ريال من الأمير نواف بن فيصل نستنى بصراحة من كثير رجال أعمال وهذا يدعم هذا الصندوق المفروض هذا الصندوق يندعم من جميع الناس ما نستنى بس المليون حتى سنويا من الاتحاد من الاتحاد السعودي يطلع اي شيء من يعني انا شايف من حق جميع المباريات كلها من شركه صله مثلا يطلع مبلغ محدد سنويا لهذا الصندوق طبعا مو من شركه صله من جيبه يعني بس تستقطع من التذاكر لهذا الصندوق وتستخدم لكل الانديه بصراحه يعني كل الانديه فيها كثير لاعبين ضحوا هذا ويعني مشكله في ناس تقول لك طب لعبوا ولحقوا كاس العالم هذا بس ما لحقوا المبالغ اللي الآن اتوجدت يعني إذا تتكلم على جيل الـ 84 أو الـ 88 كانوا يلعبون إيه يعني ما لحقوا شيء يعني أيام كاس آسيا أعتقد وصلت المكافأة أول كاس آسيا يمكن 150 ألف أو 200 ألف للاعب ولا المنتخب؟ لا للاعب والمنتخب يعني لو تيجي تحسبها ما يعني ما تعتبر شيء للاعب يعني سفر يصرف صح ولا لا يعني ما اما يسافر يصرف 150 هذا وين فيه ناس والله لا انت تتكلم عن عالم ثاني لا, لا يعني مو انت كده تتحدث يعني عن عالم فيصل حالته المادية صعبة لا مو انت تصرف سفره 150 لا مو على كذا انت ما تتكلم يعني اقول لك الان في المبالغ اللي بياخذوها هذا نفس اللاعب اللي بياخذ هذا سفر يصرفها يعني هذا تبذير هذا يا فيصل فهو لا مو كذا انا اقول لك هذيك الفتره الناس بتقول كانوا بياخذوا مبالغ ما كانوا بياخذوا ما لحقوا الاحتراف يعني شوف اللي ما لحق الاحتراف ما تقدر تلوم ليه ما لم وليه ما خبى وليه ما جمع فلوس بصراحه من بعد الاحتراف ومن بعدها كمان عده سنوات يعني يمكن بعد 7 سنوات 8 سنوات هذا اللي ممكن تتكلم عنها اللي يقدر وقتها يلوم فلوس اما الفتره الاولى
كمان ما يقدر. أكترها كانت رواتب، ما في مقدمات عقود. رواتب ولا مكافآت كانت؟ لا، أول احتراف كانت رواتب، ما كان في مقدمات عقود. يعني أعلى راتب كان هذيك الأيام 20,000، بعدين رجعوا خلوه 30، رجعوا نزلوا ل 20. عرفت يعني ما بعدين حطوا السقف الأعلى 15، بعدين 15. طيب فيصل، يعني قبل أن نطلع الفاصل بعد، يعني أنت قبل الحلقة قلت لي أخيرا عرفنا وين صارت بتروح الغرامات، صارت لهذا الصندوق. والله أحسن شيء أنها تروح لهذا الصندوق بصراحة. يعني هذا أحسن ما تروح، يعني فين تروح؟ تروح لهذا الصندوق. قبل الحلقة يقول لا تقول، بس أقولها لكم. طيب خلنا أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا. السلام عليكم سلطان وفيصل، المنتخب بيبي من الدعاء، الله معاك يا الأخضر. بنقطع عنكم فترة قليلة وارجع إن شاء الله، أتمنى ما تنسوني أختكم محبة. حياك الله يا أختنا، فرحتك وغيبتك إن شاء الله معك. السلام مريم الغامدي، تسلم علينا فيصل وتقول بسأل مباريات المنتخب الودية مقتنع، وهل نيوزلندا مقياس؟ والله نيوزلندا هذا بعد الفاصل، أنا نأخذ رأيك حول هذا الموضوع، لأن عندنا فاصل وبرجع استكمل رسائل الكنترول. يقول عندنا فاصل، روح الفاصل أول في برة 18. لكن أذكركم برقم التواصل عندنا CC 84 7700، موبايلي 640 660، وزين 7462 62. اللي بيتواصل معنا عن طريق الهاتف يرسل برة 18 اسمه ورقم تليفونه، والكنترول يرجع يتواصل مع سؤالنا اليوم لكم اللي بناخذ فيه رأيكم، لأن الموضوع هذا أخذ جدل واسع في الشارع الرياضي السعودي، موضوع تقليص اللاعبين الأجانب من 4 لاعبين إلى 3 لاعبين. كيف مدى جودة هذا القرار بالنسبة للكرة السعودية؟ هل بيعود بالفائدة أم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا تكون متضررة مثل ما تحدث الأمير عبد الرحمن المساعد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر؟ تحدث أن الأندية الأخرى في أبطال آسيا يلعبون بأربع أجانب وإحنا نلعب ب3 لاعبين أجانب، هذا ممكن يضرنا في المستقبل. أما بالنسبة للاعبين أو الأندية صاحبة الدخل الأقل يمكن من الأندية المشاركة في طول دوري أبطال آسيا، هل تشوفون أنها هي مستفيدة من هذا القرار أم لا؟ فاصل أول ونرجع من جديد. متواصلين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الرياضي برة 18، معي أنا سلطان الغشيار، ورافقني في الاستديو الكابتن والمحلل الرياضي فيصل بامحرز. للتواصل معنا عبر الرسائل النصية STC 84 7700، موبايلي 640 660، وزين 7462 62. اللي بيتواصل معنا عن طريق الهاتف يرسل برة 18 اسمه ورقم تليفونه، والكنترول يرجع يتواصل معه. سؤالي لكم اليوم، رأيكم بتقليص عدد اللاعبين الأجانب من 4 لاعبين إلى 3 لاعبين، هل بيعود بالفائدة إلى أنديتنا ومنتخبنا من خلال وجود لاعبين أو فرصة أكبر للاعب المحلي أو اللاعب السعودي أنه يلعب في الأندية ومن ذلك يستفيد المنتخب، أم أو أن الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا راح تتضرر مثل ما تحدث الأمير عبد الرحمن مساعد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا راح تلعب ب4 لاعبين أجانب اللي هم 3+1 اللي هو لاعب الآسيوي، أما بالنسبة للأندية السعودية ربما تشارك ب3 لاعبين أجانب ربما تضر هذا القرار. فيصل، نوصل لنقطة نقطة تقليص عدد الأجانب من 4 لاعبين إلى 3 لاعبين، كيف تشوف هذا القرار؟ أشوفها بصراحة مضرة للفرق السعودية. هي بس لو على الدوري كان ممكن، بس عندك مشاركات خارجية وانت حتى بالمشاركات الخارجية وأربع لاعيبة وصرت ما بتوصل يعني النهائي. طيب هذا خطأ كبير. السبب من استخدام أو السبب من إقرار هذا القرار هو أن إعطاء الفرصة للاعب السعودي أن يجد له مكان في القائمة في الأندية، يعني تلقى لاعبين كثير مدفونين في دكة البدلاء، مدفونين خارج التشكيلة بسبب وجود اللاعب الأجنبي، فإعطاء خلينا نعتبرها مقاعد، إعطاء مقعد إضافي للاعب السعودي في الخارطة خارطة الفريق في المباريات ربما يساهم في اكتشاف لاعب جديد أو إعطاء فرصة للاعبين في ممارسة كرة القدم. لا هذا مو مقياس، أنا شايف يعني طب هذا ممكن كمان اللاعب ما يعني يكون مو مفيد بصراحة. ممكن ما تستفيد من لاعبينك، يعني مو كل الأندية، في أندية متكلة على الأربع اللاعبين الأجانب يعني بصراحة وكثير أندية، وخاصة لو جاءت طول آسيوية أنت لا تنسى عندك الإصابات عندك المشاكل،
يعني كثير اصابات تيجي عندك مشاركات كثير عندك هنا اربع. طب انت قبل شوي في نقطه قلت يبدا من الصفر ويبدا من الصفر. طب ليه ما يبني له لاعب جديد يا اخي؟ مو معقول ان الانديه ما تقدر. لا انت طيب اوكي لو تبني لاعب خلاص الغي الاجانب كلهم. بس انت لا محتاج الاجانب تحتاجهم عندك بطوله اسيويه كل الفرق هتشارك باربعه انت بتشارك بثلاثه. عارف يعني المفروض او يخلوا حاله استثنائيه بس ما تقدر توقع مع لاعب عشان طول أسوية انه رابع مثلا اذا تبغى الفرق. بس انا شايف انه ما فيها شيء يعني اللاعب اللي حيثبت نفسه حيثبت نفسه على الاجنبي. طب انا بحاعطيك بعض الاراء اللي شفتها في تويتر يعني صح؟ انا والله ما تحضرني اسمائهم الان لكن اذكر تعليقاتهم حول هذا الموضوع. في ناس قالوا البطوله الانديه حققت البطوله الاسيويه في وجود اللاعبين الثلاثه الاجانب وفي وجود الأربع أجانب لم يحققها نادي سعودي. هذا مو مقياس. أنت كنت بتجيب لعيبة على مستوى عالي وفي ذيك الفترة يعني كان منتخبنا بارز. شوف الفترة أنت كان كل الكرة السعودية يعني أندية ومنتخب كان كلها ماشية. عرفت الآن لا. وبعدين كانوا لو يعني تتذكر الاتحاد مين كان عنده في البطولة الآسيوية؟ كان في تشيكو كان في كالون. طيب هدول يعني هدول بصراحة في اللعيبة الآن بنشوفهم المحترفين اللاعب لاعبين يعني تشيكو يعني هذا خطأ في الأندية أنها ما عرفت تجيب لاعبين أجانب. في خطأ برضو في اختيار الأندية يعني أنت عندك خطأ أنت الحين تحمل الأندية. الأندية تحمل استفادة رقم ثلاثة. الأندية تتحمل مسؤوليات عدم دقة الاختيار بصراحة يعني صاروا بيدفعوا مبالغ عالية زيادة عن اللزوم وما يعرف يختار الاختيار الصح. يعني كثير من الأندية ما بتختار الاختيار الصح المناسب لناديها. يعني بنشوف احنا مبالغ كثير بتروح على أندية في لعيبة محترفين بتلغي عقدهم. على طول بتلغي عقدهم انت بعد يمكن 5-6 مباريات لغي عقدهم وشفنا هذا الموسم كثير من هذه يعني الأشياء. طيب فيصل أيضا في أحد التساؤلات اللي كتبت في تويتر حول هذا الموضوع إذا في نادي متعاقد مع لاعب أجنبي لمدة 3-4 مواسم من يتحمل إلغاء عقده؟ هذا هو مو لو إذا جيت أصلا إذا جيت تبيعه على نادي آخر النادي المشتري بيعرف أنك أنت مجبور على بيعه فبيخسف بك. هذا القرار كان المفروض يعني إذا بيأخذ يبلغ فيه الأندية من قبل ما يتعاقدوا مع اللاعبين عشان لا يورط. يعني هذه مشكلة بصراحة. أنا سمعت في هذه الحاجة يعني أنه ممكن في نادي موقع عقد 4 سنوات أو 3 سنوات مع لاعب إيش هيسوي فيه. فمشكلة يعني هذه لازم يشوفوا لها حل وهذه يتحملها الآن الاتحاد السعودي. يعني لازم يكون يتحمل جزء منها. طيب فيصل موضوع أن اللاعبين الأجانب يقلصون أنت اعترضت عليه بشدة وذكرت أن موضوع ربما يضر الأندية السعودية لا ينفعها. طيب لو نظرنا إلى المنتخب السعودي رغم الكفاءات اللي موجودة في المنتخب السعودي لأن المنتخب السعودي لا يستطيع أن يتأهل أو يحقق إنجازات كما كان عليها في السابق رغم وجود الأسماء المميزة في المنتخب. فكيف الممكن القرار هذا الآن هو طبق وموجود كيف ممكن القرار هذا يفيد المنتخب السعودي في المراحل المقبلة؟ يا سلطان هي المشكلة بغض النظر أن أنت تؤيد أو لا هي المشكلة مو في عدد اللاعبين. عندك أسماء بارزة يعني في أنديتها الآن أنت عندك برز سالم الدوسري وعندك محترفين صح؟ وسالم الدوسري الآن على طول انضم منتخب. يعني سالم الدوسري كم عمره؟ اللاعب اللي يثبت نفسه يقدر يثبت نفسه في لاعب أجنبي مو لاعب أجنبي يقدر يثبت ويثبت للناس إنه هو الأفضل. والناس خلاص صارت دحين زي ما قلنا تشوف وتعرف يعني زي سالم الدوسري كثير أنا أسمع الآن انتقادات ريكارد المفروض ما يلاعبه ريكارد ليه لاعب مشي كويس وحماسي وهذا أعطيه فرصة. اتكلنا على هذول اللعيبة كم وما صار شيء ولعبوا الفترة اللي راحت جرب لاعب أعطي فرصة لسالم أعطي فرصة خلاص هذه مباراة موت وحياة وسالم إيش سوى سوى مع لعب مع نادي الهلال شوف لعب كاس ولعب يعني لاعب يلعب لك بروح وبحرقة يعني أنت جربه. أنا بسمع كثير بيقول لا المفروض ما يعطوه فرصة يعني الغلط مو في الثلاثة جانب الغلط في عدم إعطاء الفرصة واعتماد على أسماء معينة مو عدم إعطاء فرصة ما في مواهب كثير يا سلطان. انت المواهب كيف تكتشف في وجود اللاعبين الاجانب؟ كيف تكتشف؟ انت دحين لما انا عندي جايب لي لعيبه دحين نتكلم مثلا عن انديه كثير هنا موجوده تمام؟ باجي انا لو عندي محترف
عندي مهاجمين مثلا على مستوى عالي، كيف برزوا مهاجمين مثلا نايف هزازي، ناصر الشمراني، كيف ناصر كيف برز؟ ناصر تعرف اول ما بدا كان في يلعب مين معه في نادي الوحده؟ دي سيلفا، عيسل المحياني، علاء كويكبي، وناصر. ناصر كيف اخذ فرصه؟ يثبت اللاعب، يثبت. ودي سيلفا كان دي سيلفا يعني تلخبط مين تلعب معه. دي سيلفا تعرف انت المهاجم اللي كان في الاتفاق وجاء الوحده وهو هداف اخذ ذيك السنه، يعني تتلخبط. عبيد الدوسري كيف برز؟ لو تيجي تشوف المهاجمين اللاعب يثبت نفسك. ايوه يثبت نفسه اللاعب، يثبت نفسه. اما تقول لي ما بيعطيه فرصه، المدرب يبغى يلاعب اللي يكسبه. ما في مدرب يخلي اللي يكسبه برا، ويعني نسمع انه ما بيعطي فرص، ما بيعطي فرص. اوكي انا حارس المرمى معاك، اوكي انه ما يعطوه هذا عشان ما حيصير فيه حراس، حيكون كثير حيجيبه. اما باقي اللاعبين يخلوا حارس مرمى انه محترف. اوكي انا معاهم عشان اقليه انه مثلا ما يخلوا حارس محترف، هذا اللي ممكن يصير فيها مشاكل انه يكون لاعب اجنبي كحارس. ايوه انه هذا اوكي انا معاهم في الاتحاد السعودي، اما باقي اللعيبه الاربعه حتى لو الحارس بيجيب هذا مشكله والله. ما في حارس. طيب فيصل، ايضا قرار استضافه كاس او نهائيات كاس امم اسيا لعام 2019، طبعا هذا القرار مربوط بتطوير البنية التحتية لعدة ملاعب في المملكة العربية السعودية. طبعا هذا يبغى لها شغل، يعني يبغى لها صح، يعني هنا في ملاعب بس يبغى لها ملعب جديد في جدة طبعا. شغالين عليه. أنا أيوة. شفت اليوم تقرير في الجريدة طيب يعني أوكي ملعب جدة، يبغى لها ملعب الشرقية كويس، يعني يبغى لها ثلاث أربع ملاعب ويقدروا يستضيفوا كأساس. يعني البلدان اللي استضافت مو أفضل منك كثير بصراحة. طيب فيصل، يمكن ايضا استضافة كأس آسيا تحت سن 22 سنة، محافل الآسيوية، المحافل العالمية، المحافل الدولية بشكل عام يمكن غابت عن أراضي المملكة فترة ليست بالقصيرة، عودتها من جديد تحتاج إلى أنها تكون أفضل من المواسم أو السنين اللي تم فيها الاستضافة. إيش ممكن يصير غير تطوير الملاعب لتحسين أمور الاستضافة؟ السلطان يبغى لها طبعا امور كثير، يبغى لها طبعا زي ما تقول يعني الدعايه، اعلان، يبغى لها رعاه، هذه اهم العناصر تجيب لها تقدر تستضيف وتسوي بطوله يعني ناجحه. طيب خلينا نقرا الرسائل اللي ما قريناها. اول ريم طبعا الغامدي، برجع اقرا رسالتها اللي تسلم علينا في الاستوديو، اشكرك ريم. تقول المباريات المنتخب الوديه مقنعه، وهل نيوزيلندا مقياس؟ هي طبعا مو مقياس، بس هي تقريبا تدريب للمنتخب يطبق فيه. طبعا المنتخب ما يقدر يلعب مباراه قويه مو على شيء. المنتخب مو محتاج الان اي تعادل، هزيمه، يعني حاجه نفسيه صراحه، محتاج حتى على المستوى الودي. اي حتى على الودي يعني انت عارف اي شيء يصير للمنتخب حيجي بكره جرايد حتكتب لعب. فاكر لما لعبوا قدام اندونيسيا الوديه ما قدروا يفوزوا على اندونيسيا، يعني هذه برضه هتاثر. فهذه مباراه بيطبقوا فيها خطه، مدرب طريقه بيلعب فيها يطبق فيها. اوكي هي مو مقياس، مو مقياس للمنتخب، يعني شفنا احنا كانوا بيلعبوا براحه كثير، صح كان في خشونه بس برضه بيوصلوا مرمى الخصم بسهوله. طيب. ونتمنى هذه يسووها امام استراليا. بس انا اعتبرها انه يعني تجربه ناجحه كمعسكر، وانه يطبق المدرب يطبق خطه عليها. ممتاز. ايضا جود الحارثي تقول سلطان وش الموضوع؟ الموضوع اللي بنتكلم فيه اليوم بشكل اكبر هو تخليص عدد اللاعبين الاجانب من 4 إلى 3 لاعبين، وش رايكم بهذا القرار؟ ودنا ناخذ معكم مداخلات ونشوف ارائكم سواء عبر الرسائل او عبر الهاتف، بقول لكم الارقام بعد شوي. احمد الالمعي يقول يسعد مساك سلطان وفيصل، انا ابغى اشارك بس مو راضي يتصل، يقول الرقم غير مستخدم. لا هذه رسالة على رسالة دخلت. طيب هذه أنا أبغى أشارك بس يقول اتصل وعد من ينبع، لا أرسلي برا 18 حنا نتصل عليك، ما أدري إذا رقم الاستوديو يمكن ما يردون عليك الشباب. طيب عنود للتاوية تقول مساء الخير، كم نتيجة مباراة المنتخب السعودي ونيوزيلندا ومن اللي سجل أهداف؟ هي 6-0. نايف ناصر فريدي. حمد الحمد الفريدي. بنقول لكم الخبر لأنه محفوظ والله كل من سجل. أيضا طيب
سلطان وفيصل نورت الإذاعة فيصل، هذا من حنو زعيمة. طيب يعطيك العافية أيضا. نعم أنا مع هذا القرار، لكن يعطون اللاعب السعودي فرصة لإظهار إمكانياته مثل لاعب النصر عبد الرحمن القحطاني، لم يعطونه فرصة، بل أنه بل أتوا بلاعب أجنبي بينو لكن رحل. طيب جود الحارثي تقول ممكن أجد استوعبت الموضوع، جود الحارثي تقول بس ما خالد الرحمن. طيب ولا همك. أحمد من الرياض حياتنا لك. وجدان من جدة، طيب أشكرك يا وجدان على كلامك. طيب تقول برنامجكم لأن فيصل وطلته مميزة، يعطيك العافية. نواف عسيري وعبد الله وعلي سندي وعسيري، كل أرقامكم إن شاء الله موجودة عند الأخوان في الكنترول. اللي بيتواصل معنا عن طريق الرسائل يرسل برا 18 اسمه ورقم تليفونه والكنترول إن شاء الله. وش بينا قبل عك اليوم واجد. اللي بيتواصل معنا على الرسائل يرسل على الأرقام التالية STC 84 7700 موبايلي 640 660 وزي 746 262. اللي بيتواصل معنا عن طريق الهاتف الكنترول يرجع يكلمه بس يرسل برا 18 اسمه ورقم تليفونه وإن شاء الله نرجع نكلمه. الموضوع عندنا اليوم قرارات الاتحاد السعودي، ومنها القرار الأبرز يمكن اللي يخص الشارع الرياضي السعودي اللي صار عليه جدل كثير، هو تقليص عدد اللاعبين الأجانب من 4 لاعبين إلى 3. فيصل معترض على هذا القرار ويقول أنه ما راح يكون فيه فائدة لا على اللاعب السعودي ولا على الأندية. رأيه وهو حر فيه، نبي رأيكم أنتم. نروح الفاصل ونرجع لكم من جديد. متواصلين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الرياضي برا 18، معنا سلطان الغشيار رافقني في الاستديو الكابتن المحلل الرياضي فيصل بامحرز. للتواصل معنا عبر رسائل نصية STC 84 7700 موبايلي 640 660 وزين 74 62 62. اللي بيتواصل معنا عن طريق الهاتف يرسل برا 18 اسمه ورقم تليفونه والكنترول إن شاء الله يرجع يتواصل مع موضوعنا اليوم قرارات الاتحاد السعودي العديدة طبعا، ومنها تقليص عدد اللاعبين الأجانب من 4 لاعبين إلى 3 لاعبين، مدى الفائدة اللي راح تجنيها الأندية أو المنتخب أو اللاعب السعودي من هذا القرار. الرأي لكم. فيصل يقول أنا معترض على القرار وأشوف أنه ما راح يطور أي شيء، هذا رأيك ولا لا فيصل؟ رأي. طيب نبدأ ناخذ اتصالات. أول اتصال معنا شوق. شوق حياك الله. ألو. حياك الله يا شوق. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك أستاذ سلطان؟ الله يرضى عليك، تفضل يا شوق. تحياتي لك أستاذي سلطان والفيصل بمحرز. هلا الله يحييك، تفضل يا شوق. حابة أول شيء أتمنى المنتخب السعودي الفوز إن شاء الله بإذن الله، بس حابة أسلم عليكم وأطلب أغنية. يعطيك العافية، إن شاء الله ترسليش رسالة على الأغنية وبيشغلوا لك إياها الكنترول. يعطيك العافية يا شوق. طيب نأخذ الاتصال الثاني. أحمد. أحمد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا وسهلا. معك احمد ابو الخير الرياض. يا هلا وسهلا. ونعم يا احمد تفضل. نعم اتحرك. صباح عليك اخوي سلطان، صباح كابتن فيصل. يا هلا وسهلا. احمد وانا اخوك قبل لا تكمل، في صوت صدى حولك، انت مشغل راديو مشغل شيء؟ لا والله فاتح سبيكر. انا حاطك على سبيكر في السياره وحاطه السبيكر في الدقيقه. لا اجل قفله لان ما نسمعك بوضوح. الو. اي هلا. اي خلاص اوكي. مضروب السبيكر حقك، راح غيره. لا على السيارة مشغل السيارة كله. وأنا أقولك لو بتكلم بس عن نقطتين. تفضل. النقطة الأولى زيد فضلك اللي هو نقطة تقليص عدد الأجانب. بغض النظر إحنا متفقين أو لا، وطبعًا الأستاذ خالد البلطان هو أعتقد إنه عضو في لجنة الاستثمار. صرح تصريح يقول إنه هذه مو قرار، توصية وليس قرار. أوكي يعني توصية ترفع لي اللي رابطة المحترفين وبعدين يقرروا انه تتم او لا تتم. اذا وصل فيصل وما ادري صححوني اذا انا غلطان، قالوا ان هذه توصية وما هي قرار. لا فعلا احمد، يعني حتى انا قريتها يوم في البيان قلت لك ان الدراسة الواردة من لجنة الدراسات الاستراتيجية حول طلبهم، اللجنة الدراسات الاستراتيجية هي اللي طلبت تقليص عدد اللاعبين المحترفين غير السعوديين الى 3 لاعبين بدلا من النظام الحالي 4 لاعبين. لا. هذا القرار متى ما طبق فعليا في الرياضة السعودية، هل من استفادة للأندية او انها تضر الأندية؟ شوف انا اخوك الأندية السعودية كلامك صحيح، هو ما هو قرار اقر
هي دراسة وتوصية من لجنة الدراسات الاستراتيجية. ممتاز. شكرا أخوك. في عندي السعودية ولا لا أحد يزعم مني يعني جمهور. أنا هلالي لكن بغض النظر أنا بتكلم عن الكل. بقسم سبعة أقسام. في عندنا أندية اللي هي المتنافسة بطولات. أندية الوسط. في عندنا الأندية أقل. أوكي. لما نيجي ناظر حتى من سلم الترتيب من تحت في ظل تيجي تأخذ نجران الرائد التعاون مستفيدة. أوكي. يعني في عندك زي بشار بن ياسين. لما لعب مع نجران زي المحترف الآن لعب مع نجران الكابتن حقه والله ما أدري اسمه رقم 14 الماضي في المدافع اللي كان مع منتخب الأردن اللي كان في فرايد الأندية هذه قاعدة تستفيد من اللعيبة هذولي أوكي يمكن أنا كهلالي تجربة هلال ما كانت ناجحة إلا مع لي يونغ بيو أنا حتى أقول أنا قبل فترة أتكلم مع الزملاء وكذا هلالي إنه حتى الكوري وشو اللي قد بهلال خليه يروح يكفينا ثلاثة أوكي لكن في أندية مستفيدة يعني أحمد حديد بدر مطوع مساعد ندى كلهم لاعبين آسيويين وكلهم فادوا كلهم فادوا أنديتهم أوكي فأشوف القرار مو من مصلحة الأندية أبدا مو من مصلحة الأندية ممكن يكون مصلحة المنتخب على المدى الطويل إنه يكون في لاعب سعودي يعني اللاعب هذا المحترف الرابع راح ياخذ خانة لاعب سعودي لكن برضه المنتخب القوي يصنع يعني الدوري القوي يصنع منتخب قوي صح لكن إذا حنا نقلص عدد الأجانب ما راح أنا ما أتوقع إنه حتى المنتخب راح يستفيد صراحة يعني أنت قلت قبل شوي الدوري القوي يصنع منتخب قوي كأنك تقول أن الجالسين يدورون حلول والموضوع والحلول يمكن تكون في أمور أخرى بالضبط طيب يعني أفضل معلش الدوري القوي بالإعلام بالجمهور بالاهتمام في البيئة الجماهيرية بالاهتمام في الأندية أعطاء الأندية يعني عفواً على الكلمة أعطاء الأندية حتى يعني ما أغلقها المستحقة الاتحاد السعودي أول بأول دعم الأندية السعودية أكثر يعني زي ما يصير في قطر وفي الإمارات وفي الدول هذه المفترض حنا كمان هنا يكون في دعم أكثر للأندية السعودية حتى يعني معلوم الاتحاد السعودي ممكن حتى ميزانية الاتحاد السعودي ما هي هذيك الميزانية العالية ففي حلول ثانية مو أنه يقلص عدد الأجانب تقلص عدد الأجانب الكل متضرر منه وأفضل لما تقول لي أعباء مالية لا معلش النادي اللي عنده فلوس راح يجيب لاعب فلوس النادي اللي عنده دخل مادي اقل راح يجيب لاعب على قد فلوس دخله المادي وصدقني ينجحوا يعني حتى الانديه اللي ما عندها يعني ما عندها راعي ولا عندها دخل مادي كبير يجيبوا لعيبه انت مشجع نادي جماهيري تقول خلاها هذا وين راح ليش ما اخذناه تستغرب يعني في مدافعين في لاعيبه في مهاجمين في وائل بن عيان العام الماضي مع الفيصلي كان مبدع في يعني بس انا اشوف انه ما هو مصلحه ابدا من مصلحه الدوري ومصلحه الانديه وبالذات كمان الانديه اللي تشارك في دوري ابطال اسيا هي مصلحتها صراحه طيب ممتاز وضحت صوره يا احمد النقطه الثانيه وانا اخوك بس اللي هو بالنسبه للمنتخب ان شاء الله الله يوفقهم امين يا رب طبعا احنا لعبنا مع نيوزيلندا المباراتين الاولى والثانيه امس مباراه الامس اعتقد كان فيها خمسه من اللاعبين اللي هم المحترفين يعني نيجي الناظر بريسنج انه متقاربين استراليا في الفريق الرديف حقها ممكن نوعا ما تكون متقاربه مع منتخب نيوزيلندا اللي امس لعبنا معه طبعا النتيجه لا تعكس ابدا يعني هذا مستحيل تكون في مباراه رسميه والله المدى الله يعني نتيجه زي كذا لكن اللي عجبني اداء المنتخب لعب اللمسه الواحده لعب السريع وتحرك بدون كره يعني انا سمعت تصريح الفريدي وتصريح الشلهوب وتصريح حمد الحمد كلهم كرروا نفس الكلمه انه لعب اللمسه الواحده وتحرك بدون كره هذا اللي احنا نفتقده في مدرب ما ادري مين مدرب كبير يقول اللاعبس ما في لاعبين في المملكه يتحرك بدون كره نايف هزاز الحمد الشباب اوكي فاحنا لما نعتمد على اللاعب بدون كره وتحرك بدون كره واللمسه الواحده هي تخلخل الدفاعات والاجسام الكبيره زي منتخب استراليا ما يبغى لهم الا لعيبه زي كذا احنا اجسام صغار وقصار تحرك بدون كره ولمسه واحده وسريعه توصل للباب وانت تجيب هدف وقفل هدف حافظ يعني أكثر من كذا ما تقدر تسوي هدف يعني إذا جاك ربي وفق الهدف الثاني وخلاص فحتى لا نكون طماعين إنه نفوز بثلاثة بأربعة واحد والحمد لله واحد ويكفي فبس إن شاء الله إن المنتخب أهم شيء يبقى على التكتيك هذا ويلعب عليه وأنا متأكد بإذن الله راح أفوز على الاستراحة متفائل؟ جدا طيب أنا مثلك إن شاء الله يا رب جدا إن شاء الله متفائل ومالش 4-5-1 هذا يعتقد الفيصل اللي قالها قال ان تشكيل الامثل او الخطه الامثل فيصل بمحرز هو اللي ذكرها اكثر من مره
أربعة خمسة واحد، ولو يلعب أربعة واحد أربعة واحد ترى هذا الأفضل. طيب. بشرط إنه يكون سعود كريري. معلش طيب. باحترام الكابتن أحمد أبيض، أوكي أحترمه يعني ورأسه النجم، لكن إذا بيلعب محور واحد يكون سعود كريري. طيب ممتاز، وضحت الصورة يا أحمد، يعطيك العافية. يعطيك العافية. شكرا لك. طيب ناخذ نواف عسيري. نواف حياك الله. معنا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا نواف، حياك الله. صباح الخير استاذ سلطان، صبح لك صبح الكابتن فيصل. يا هلا وسهلا، حياك الله. صراحه انا اول شيء ما اتفق في تقليص اللاعبين الثلاثه. ما اتفق صراحه، لو في انديه بتشارك في اسيا راح تنظلم من القرار هذا. ثاني شيء انا بتكلم عن المنتخب، انا اتمنى صراحه اتمنى المنتخب يفوز، لكن انا اتوقع ما راح يفوز المنتخب. اتوقع ليش؟ طيب لأن اللاعبين الاستراليين بيلعبون بالأولمبي، وهم يبغون يعطون دافع لأنفسهم قدام المدرب، يبغون يثبتون أنفسهم قدام